بوي تراك بايلد فيديو جديد. هي بروز دراري قرعة الميريكان راه ما بقى ليها والو. بقى تقريبا سيمانة ونص، سبتمبر 22 اكتوبر 6 اول نهار في دي في لوتري 2025. وما الدراري قرعة الميريكان خاصكم تابليو، وغادي نحط لكم الويب سايت، دخلوا ديروا القرعة ديال الميريكان. من اكتوبر 6 is the first day to apply for the DV lottery 2025. Okay, the requirements. مؤهلات. كيفاش تأبلي على القرعة الأمريكان؟ Trucker Pilot got you, bros. غادي نوريكم كيفاش تديرو. ممدرار requirements حسب حسب فهمتيني حسب immigration page official in America. So requirements خاص يكون عندك الباك، خاصك تكون ساكن في شي بلاد اللي مؤهلة للقرعة الأمريكان which is Morocco. You're fine. And also you should be able to pass the medical examination. تقدر تدوز طبيب، ما تكون عندك حتى شي مرض اي حاجه. وان بروز هادو ما ريكويرمنت، وخاص يكون عندك 18 عام وعندك الباك. ديفينيتلي نيد ا هاي سكول ديبلوما ديفينيتلي. وان بروز القرعه غادي تبدا في اكتوبر 6، ولادات اخر لادات هو نوفمبر 9. نوفمبر 9 هو اخر نهار ديال القرعه. وان براذرز بغيتكم الدراري توجدوا راسكم، توجدوا كاع هاد الوراق وابليو على القرعه. اسمعني يو، واخا ما تجيش فيك القرعه العام الاول راه عادي، راه كاين شي ناس 12 عام هما كيابليو في التاريخ جات فيهم. كاين بزاف ديال القصص بحال هكا. من بروز ما تفقدش الامان، ما تبقاش تقول انا سير دير السبب ولا بينت الله شي سبب، الله غادي يغنيك. اوكي ما تبقاش غير جالس تقول انا. بروز جو ابلاي، سير حط القرعه، حط السي في ديالك في القرعه وابلي. اوكي من بروز يور بوي تراك بايلوت يور سي بوزيتيف. اند اولسو الدراري خبرت عليكم خابر احتراما للضحايا الزلزال، وانا براود تو بي مراكن، كنبغي بلادي وداك الشيء اللي داروا المغرب وانتظر بزاف اصاحبي الوطنيه. براود تو بي مراكن امريكان. يور بوي تراك فايل ذا بوي. السلام عليكم.